أسعار صرف الدولار تعاود أمام الدينار العراقي بشكل ملحوظ في ظل معركة يخوضها رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني لخفض الأسعار محلياً. حرب السوداني للسيطرة على أسعار الصرف بإجراءات من البنك المركزي العراقي وأخرى تتعلق بمكاتب الصيرفة والمصارف الأهلية. ولكن بالرغم من الإجراءات الصارمة التي فرضت من قبل السلطة التنفيذية، إلا أن المصارف الأهلية ومكاتب الصيرفة وجدت أبواب للتلاعب بالأسعار بعيداً عن أنظار الجهات الرقابية. الحكومة تواصل دعمها للبنك المركزي لإعادة سعر صرف الدولار إلى السعر الرسمي. هذا الأمر بحاجة إلى تصد شجاع وحلول ناجعة لإنهاء السياسات المالية الخاطئة، إلى جانب منع تهريب العملة الصعبة إلى دول الجوار وطرق أخرى غير شرعية. سعر الصرف لم يرتفع نتيجة قرار حكومي، إنما لأن هناك من استغل الظروف الوقتية والاضطراب في الأسواق. المواطن بدوره المتضرر الأول والأخير من التلاعب الحاصل بسعر صرف الدولار، فلقمة العيش باتت تحت رحمة التجار الذين رفعوا الأسعار بذريعة الدولار. إذن التبعات ستكون كارثية لهذه الأزمة في حال استمرارها أكثر، خصوصا على الطبقات الفقيرة والمتوسطة في العراق، والتي تنعكس في زيادة حدة الغلاء وارتفاع سعر السلع والمواد الغذائية والأساسية بشكل شبه يومي، ما يرهق كاهل المواطنين ولا سيما ذوي الدخل المحدود. فالسؤال الأهم، هل سينجح السوداني بإعادة قيمة الدينار العراقي؟